الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة بإذن الله أعزائي المشاهدين، هعرف حضراتكم إزاي تسجل موقع على خرائط جوجل. يعني لو عندك موقع أو محل مثلا أو فندق أو أي نشاط تجاري، كيفية تسجيله على خرائط جوجل بحيث يبقى سهل في البحث. لو عندك مثلا مشروع وعاوز الناس توصل له مثلا، واي معلومات عن المشروع بتاع ممكن تضيفها على خرائط جوجل. هنبدأ مع حضراتكم. الاول بتفتح خرائط جوجل، فتحت الخرائط اللي عند كلمة البحث هنا، هتكتب اي حروف وخلاص، يعني مش كلمة معينة، اي حروف وخلاص، زي ما احنا عاملين كده، اي حروف وخلاص. وبعدين تعمل بحث، بحيث ان يعني مش مكان ولا حاجة، بحيث ان هو ايه، هيقول لك لم نحصل على اي نتائج في خرائط جوجل، وهيبقى مكتوب تحت اضافة مكان. اضافة مكان هتضغط عليها تضيف المكان، اللي هيقول لك مثلا الاسم. الاسم مثلا احنا هنضيف النهارده المقابر، المقابر القديمة بقرانشو، بقرانشو. الفئة تاني حاجة، يعني الحاجات اللي انت هتكملها، إضافة الفئة، اكتب مقابر، مقابر مقبرة. إضافة العنوان، هتكتب العنوان بتاع المكان اللي انت عاوز تضيفه. عندنا طبعا احنا في قرانشو، قرانشو بسيون، بسيون قرانشو بسيون. كده انت اضفت المكان واضفت العنوان، هتضغط على السهم اللي هو فوق، هتضغط على عشان تضيفه بقى على الخريطة، تضغط هنا وتحدد بقى المكان اللي انت عاوز تضيفه. هتضغط على الايقونة دي، هقول لك مثلا تلقائي او قمر صناعي او تضاريس. هنستخدم القمر الصناعي عشان نعرف نحدد المكان، هتضغط عليها. وطبعا يستحسن ان انت تكون في نفس المكان انت هتضيفه عشان يجي بسهولة معاك. يعني تضغط هو هنا، حاولنا على المكان اللي احنا قريبين منه، وده موقع المقابر اهو. يعني احنا حددنا موقع المقابر، اللي بتحدد الموقع على حسب المكان اللي انت موجود فيه اللي انت عاوز تضيفه. يعني وهتضغط كلمة حسنا، حسنا، وبعد كده هتضغط على السهم الأزرق اللي هو إضافة المكان. ولو عندك مثلا صورة، وأقول لك إضافة صورة، لو عندك صورة للمكان هتضيفها برضو، ما فيش خلاص. يعني بقول لك هل يمكن التقاط صورة، صورة وجهة المحل لتساعد جوجل على التأكد من عملية إرسالك، إضافة صورة أو لا. لو مفيش صورة تضغط على لا، وهيجي لك على الإيميل بتاعك لما يتم إضافة المكان في خلال 24 ساعة، هيجي لك إيميل إن هو تم إضافة المكان، وبكده يبقى أنت أضفت المكان اللي أنت عاوزه. شكرا جزيلا، ونتمنى من حضراتكم أن تدعمونا
بالاشتراك والاعجاب والتعليق عشان وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.